يضبطني تنظيم للكتب. وعندي كتلة رئيسية اللي هاي راح تكون متعددة الطوابق. طبعا أكيد هسه هو دكتورة كسكيش مبدئي حتكون إنه كنا ما تحس الأمور بسيطة، بس حنبلش وقت الشغل حنبلش نخصص بكل تفصيلة من السايت. فأخذت اللي هو الشكل اللي هسه لو جينا حزومنا عليها، حتى حطيت وكأنه فكرة إنه أنا قاعد آخذ جزئية معينة من الورقة، لو اي كبرت حيطلع عندي مربعات، حتطلع عندي مربعات، حتطلع عندي الورقة هي عبارة عن مربعات. ودخلت كتلة ثانية حتى ما تكون يعني الفكرة كلها الدرجة بسيطة. فطلعت عندي هاي هذا السكيتش. نعم الدكتور اكيد يعني كل يعني اقدر يعني بالنسبه للمشروع اقدر اخذ كتل بعد اكثر، بس حتى ما تكون المشروع البنك ما يحتاج انه يكون الى مسطح اي مساحه اني كبيره. دا اشوف الاستطالة ما تفيدك، الاستطالة ما تفيدك، ما ويكون هذا المربع الوسطي هو يعني اللي يجمع مفردات الاقسام الاخرى. نعم دكتور، هو حتكون هي الكتلة المهيمنة وهي حيبلش الشغل بيها، وإذا أردنا نصعد التور أو أردنا نصعد على البناية متعددة الطوابق حيكون الشغل عليها. وعلى مستوى الواجهات، يعني نقدر على مستوى الواجهات نقدر إنه الطوابق يعني نشتغل بيها على راحتنا، يعني خصوصا إنه هي كتلة بهالبساطة يعني كيوب، حبلش نفصص بيها طابق طابق. لا، من الأفكار اللي طرحها براء، يعني يطلع النتوءات، هاي النتوءات البسيطة اللي بالورقة المالية، النتوءات مال الورقة المالية تبدي تظهر بالواجهات. دكتور الافكار كثيره يعني نقدر نشتغل عليها، يعني مثلا انا فكرت نقدر نروح على هيك على مستوى الواجهات، نحط هي سكرينات باعتبار انه هي في شيء ضمن نظام هندسي، وانه النسيج هو ضمن نظام هندسي، فبلش تفاصيل على مستوى الواجهه، خصوصا انه احنا مو بحاجه الى شبابيك، نقدر انه كل ما قلت الشبابيك وقل الزجاج بناء على انه هو مصرف، فاحنا نحتاج لامان ازيد، فانه راح نقلل من الشبابيك، حتكون اكو في كتل بهالطريقه هاي. اوكي، هاي تفاصيل الواجهات حلوة، ممكن استخدامها. شنو فرحان، انت سويت علاقات وظيفية؟ العلاقات اي اكيد الوظيفية نعم دكتور، انه اني من ابدي ادخل اكو في السكيورتي بالبداية، وبعدين ادخل الى فقاعة للتعاملات. هاي القاعة كبيرة للتعاملات، يعني وراها دكتورة والله الصوت يقطع يعني مو كلش. اي الانترنت وبزع وحركة المتعاملين الأمامية. عندك حركتين، هاي الحركتين لازم تطلعها بالديزاين، يعني تحدد مدخلين، مدخل موظفين ومدخل متعاملين مع البنك، ومدخل سري للقاصة، أو خلينا نقول ممر خلفي للقاصة. زين، دكتورة هذا يعني اي دكتورة يعني هاي كلها ان شاء الله ان نحققها، يعني شغلتها بسيطة ان نحقق اي اكثر من مدخلين مداخل خدمات، هاي كلها يعني كلها مقدور عليها، واكيد هو هذا المربع هو نوع من هي البنك ترتبط بالتصميم، ترتبط بالتصميم. يعني ذيك المرة شفت فيديو كامل عن تقديمات جامعة المنصورة، مقدمين بنك
يعني هي إن اختلفت الكتل، الكتل مالتهم مختلفة، دائرية ومربعات وحتى مثلث مستخدمين، بس الفكرة وين؟ الفكرة بالعلاقات الوظيفية. يعني لازم أكو غرف إحنا ما نشوفها من ندخل، أكو غرف للموظفين اللي هي خلف الكاونتر، هاي الغرف مال المحاسبين ومال أمين الصندوق ومال الإدارة، هاي ما يشوفها كل ما يشوفها المتعامل اللي يجي على القاعة حتى يسحب فلوس أو يودع فلوس، ما يشوفها. فأكو فد ممر خلفي يكون، هذا الممر فقط لحركة الموظفين. فأريد تبديني بالعلاقات الوظيفية، سوي لي علاقات وظيفية صحيح، هي تنحل بعدين حتى تفهم الآلية. يعني حتى ما تظلها أنا عاجبني أسوي مربع، هذا المربع على مستوى طوابق يصير كيوبي. تفهمني؟ ماشي ان شاء الله. اعتقد هنا نعم دكتوره، اعتقد جاي نسوي نبلش الزونينج واشتغل عليها، ما عندي مشكله. اها، زونينج تسوي لي وتخلي لي الشارع الامامي منين، يعني خلي لي السايت حتى افتهم الحركه مال الزوار منين تصير، الحركه مال القاصه منين. احنا قلنا نسوي شارع خلفي حتى تفوت منه سيارات القاصه مثلا، نعم زين. دكتور. ف ولا هاي تفكر بيها، يعني لا تشتغل هسه، ما يخالف انت مسوي فكره، بس هاي الفكره ترهم على اي موقع، على اي موقع ترهم هاي. انا اريد لا اصير بيها ثباتية على الموقع مالتنا. دكتور هو هسه لو بس حط خطوط لاندسكيب وتتفصل بطريقة معينة حتكون هي 100% لهذا المكان، هي مجرد لأنه هسه عبارة عن بس كتلة بدون خطوط اللاندسكيب، فمجرد على التقديم هي الجاي حلو. اي سيشتغل أزيد اختراع فيه وأزيد دقة وتبين الأمور تكون أوضح. اريد تبني الفكره بحيث من نوصل التقديم ما قبل النهائي هو نفسه اول راسا نهائي. يعني خاف ما نلحق بالوقت، خاف ما نلحق بالوقت، هو يصير التقديم لبري فاينل يصير فاينل مع اضافه يعني مناظير خارجية. ماشي إن شاء الله دكتورة. أنا أريد تشتغل بحرفية هسه، أريد تشتغل الوظيفة والستركتشر، تنزل لي هاي الشبكة اللي أنت مسويها، وهاي الشبكة مو بس وحدة، تصير فد أربع شبكات، وحدة فوق الأخ، أربع شبكات وحدة فوق الأخ، شبكة ثلاثة بثلاثة، شبكة مثلا ستة في ستة أو 7.2 في 7.2 شبكة، يعني حتى ترهم للقاعات الكبيرة وللصغيرة حتى أقدر أتحرك عليها. إن شاء الله ما اشتغل. قبل لا يروح الإنترنت أريد شغل حرفية فرحة. إن شاء الله دكتور، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء يلا الله تقبل نشوفك الجاي. إن شاء الله على ورا العيد إن شاء الله بنفس الموعد، وأي شيء عندكم أنت عندك شو اسمه تواصل وياي على الإنترنت إن قبل شاء الله موعد دكتور. تسلم المحاضرة أو بعد المحاضرة. ماشي، تسلم يلا أيامكم تسلمين سعيدة. دكتور. براء ما أدري راح، براء ماكو والله دكتور، راح هم براء انفصل عندنا 100 مرة مرتين. ثانية كلش قوية مال اللوجو. دكتورة والله صوت ماكو، إذا أخذت محاضرة لو